السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح وأوبلز. رجعت لكم بالتوب 5 للأسبوع الثاني، وزي ما انتم شايفين توب 5 لأن التوب 10 أحس أنها بس زيادة لقطات، أو يعني ما بيكون يعني في حماس أو تنافس في اللقطات، يعني بتكون كلها يعني لقطات عادية بس مجرد زيادة عدد، لكن التوب 5 هذا بيكون مقتصر على لقطات إبداعية إن شاء الله. وبسم الله نبدأ. معنا في المركز الخامس أخونا بندر كيسي. طبعا بندر يلعب في ماب هايجاكت في كود 9 بسنايبر ويشيل لك أربعة ورا بعض، إبداع صراحة يا بندر، يعطيك ألف عافية، تستاهل المركز الخامس. معنا في المركز الرابع آي ميكسز، أتوقع اسمك زي كذا إن شاء الله إني ناطقه صح، يلعب في كود 8 بالبلد في ماب دوم ويستلم لك أحلى حشر يا شنب. يقتل لك خمسة ورا بعض، يا أخي أنا ليه ما يجيني كذا ليه؟ معنا في المركز الثالث أخونا كرييترز، طبعا يلعب في ماب لوك داون في كود 8 بسلاح بي 90 ويلعب سيرش اند دستروي، صراحة إبداع يا كرييتر، أهنيك قتل فريق كامل، فما شاء الله تبارك الله. تستاهل المركز الثالث يا كرييترز. معنا في المركز الثاني أخونا مومو، تقريبا اسمك زي كذا مومو إن شاء الله، ويلعب في كود 7، صراحة ما أعرف اسم الماب، يلعب سنايبر في كود 7 ويلعب سيرش اند دستروي، يشيل لك خمسة ورا بعض، أهنيك صراحة يا مومو، تستاهل المركز الثاني. ومعانا في آخر لقطة المركز الأول أخونا وناسا كي اس اي، يعني حركة التاج متعوب عليها صراحة لأن اللقطة هذه تستاهل. يلعب كود 7 في سيرش اند ستروي، يشلك فريق كامل، فريق كامل بالبلاستيك نايف، يعني تستاهل المركز الاول بجداره يا وناسه. ففي المقطع اللي راح او التوب اللي راح في ناس يعني قالوا لي ان تقييمي للمقاطع ما كان ذاك الزود، فان شاء الله نتحسن تقييم المقاطع في التوب هذا، وعشان كذا انا مخليها توب 5 عشان ما اتحير بين المقاطع واللقطات وزي كذا. فأتمنى أن تقييمي كان أفضل من قبل وتعليقي كان أفضل. هذا اللي كان عندي اليوم، إذا عجبك المقطع حط لايك وحط المقطع المفضل، ويا ليت تشترك في القناة. كان معكم أخوكم صالح، يعطيكم ألف ألف عافية.